شابتر 7 بعنوان MEB Fabrication Parts. يعني ريفيت نزل شوية بارت للفابريكيشن، فإحنا نتعلم كيف نعمل فابريكيشن لهذا البارت مشان إحنا نعرف نصنع الأشياء تبعت MEB الموجودة عندنا كيف نركبهن على بعض. طبعا خلال شابتر هذا حتفهموا شو أنا بقصد. فبداية خلينا نروح هون على أول إشي نيو، بعدين نيو تمبلت طبعا، بعدين بروح هون على براوز، خلينا نختار هنا اللي هو Templates US Metric، بعدين نروح هون على Mechanical Default Metric، نعمل Double Click، بعدين هنا OK مشان نفتحها عنا. طبعا هسا بنتعلم كيف نتعلم نعمل Download للFabrication Part. لو رحنا هون على System بتلاقي الOption تبع الFabrication Part مفروض يكون موجود هون. خلينا نعملها Drag بشكل اوضح، حط محل الالكتريكال مشان تصير اوضح. اذا هاي الفابريكيشن بارتس اللي انا موجوده عندي. فلو ضغطنا على الفابريكيشن بارت مش راح يبين عندي اي شيء هون، فمشان تبين معي فانا نزلت الفابريكيشن بارت، عملت لهم داونلود على الاكسرسايز فايل تبعنا. فاذا هاي الاكسرسايز فايل، وهنا عندك الملف تبع الفابريكيشن بارت. طبعا انا على اليوتيوب تحت الفيديو اليوتيوب انا منزل لينك، هذا اللينك لو تضغط عليه بدأ وديك على الاكسرسايز فايل مشان تعمل له داونلود، تعمل داونلود للاكسرسايز فايل مشان تنزل كل الدورات هاي والشابترز الموجودة عندك مشان تكمل تدريب معنا. اذا في الاكسرسايز فايل انا حاط هنا كل اشي بلزمك في منطقة الفابريكيشن، تفتح هذا الفايل تبع الفابريكيشن بتلاقي كل اشي بلزمك مشان تعمل له داونلود. طبعا هذولا يعني تقريبا 2017 اساس انه عندك ريفت 2017 2018 2019 2020 تعرف انت تعمل داونلود وتنزلهم، او تعمل سيرش على الانترنت مثلا اللي هو المتريك ريفت MEB Fabrication Sample Configuration، وهو بيطلع لك اخر فيرجن حسب الريفت الموجودة عندك. انا هون مثلا عندي 2020، طبعا هاي 2017 انا منزل لك اياها هون. فاذا خلينا نروح هون على Fabrication Sample Configuration، فنعمل دبل كليك عليها بالشكل هذا مشان نعمل اللي هو نتعلم كيف نعمل انستوليشن لها. فاذا بتطلع عندك هذه، هذا هو الديالوج. فبكل بساطة بس تضغط بالشكل هذا Next، بتحط I accept، بعدين بتروح على Next. طبعا هو بحدد لك وين مسار الفابريكيشن ينزل لعندك، فمفروض انه انا ل 2020 اوكي، هون حاط فابريكيشن 2017 ريفيت MEB whatever. بنروح هون بنعمل Next، بعدين بتعمل Installation بالشكل هذا. طبعا لازم تعمل شوية allow ومش allow اشياء زي هيك. فاذا هسا مفروض الفابريكيشن بارتس بالشكل هذا، بتعمل داونلود عندك، تضغط Finish، انت هيك خلصت المهمة. طبعا في هنا كمان عندك المتريك فابريكيشن سامبل، برضو انت اعملها داونلود عندك. طبعا انا هنا في عندك اشي متريك وفي اشي امبريال، انا منزل لك اياه انه حسب اللي انت برايحك. فنفس الشيء المتريك تعمل نفس الطريقه مشان تنزل برضو المتريك عندك. هسا خلينا نروح هون على الفابريكيشن بارت، لاقي انه هون بعد مش نازله، مشان تنزلها بتروح هون على الارو هون اللي تبع الفابريكيشن، تلاقي عندك ارو، تضغط على هذا الارو بطلع عندك هذا الديالوج بوكس. خلنا نضغط هون، بتلاحظ هون في عندك اللي هو ريفت MEB متريك كونتنت، خلنا نضغط عليها ونشوف شو عندك فابريكيشن بارت لل MEB كونتنت. فبتلاقي هي موجوده عندك هون كلياتها، هاي الفابريكيشن بارت تقدر انا تعمل وحده وحده وتعملها سيلكت وتوديها على لود سيرفيس او كلياتهم. انا خليني اعمل سيلكت زي هيك، بعدين كنترول اي عشان اعملهم سيلكشن لهم كلهم، بعدين بضغط بالشكل هذا اوكي. خلينا نشوف شو هنا في عندي بارتس، في عندك هون ايتمز واشياء زي هيك. نفتح هذا الفايل HVAC وإلكتريكال، يعني هون شو البارتس الموجودة. خلينا نروح هون، بعدين تضغط على هذا الأرو فكلهم نقلتهم هون عشان تصير لودد سيرفيس، تضغط بالشكل هذا أوكي. فبدك تستنى شوية مشان يعمل لك لود لهاي الفابريكيشن بارت هون على اليمين، فخلينا نستنى شوي. فإذا هاي كل الفابريكيشن بارت تلاحظ نزلت عندك. فإذا بالنسبة للدكت ورك هاي نزلت عندك كل الدكت ورك، مثلا بدك تشوف هنا. خلينا نروح مثلا على الالكتريكال باسوي، مثلا هاي كل الباسوي اللي بتلزمك. خلينا ننزل تحت مثلا هون على البايبنج، فخلينا نختار مثلا هذا الكبر مثلا بالشكل هذا، هاي كل شيء بلزمك انت للكبر. طبعا هنا في جروبس اللي هم صنف لك اياهم، مثلا بدك اياهم فيتنجز او فالفز، هاي الفالفز نازله، او الجوينتس، هاي الجوينتس اللي عندنا، او انه مثلا هانجرز، هذول الهانجرز حلو انه احنا نستخدمهم. فاذا هيك انت بتقدر تعمل داونلود للفابريكيشن بارت وبعده بدنا نبلش نشتغل.